كان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه في مقدمة مستقبلي أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى وصوله إلى البلاد هذا اليوم في زيارة أخوية للمملكة. كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وصاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين سمو الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم والفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي والعقيد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي وعدد من كبار المستقبلين.